فيروس كورونا ينهي حياة كوميدي الزمن الجميل. المغرب يفقد فنان من العيار الثقيل. توفي الفنان المغربي الكبير عزيز الفضلي فجر اليوم الجمعة 19 نوفمبر الجاري بأحد المستشفيات الهولندية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. عزيز الفضلي أصيب بكورونا عندما كان في زيارة لأحد بناته المقيمة بالديار الهولندية، حيث تم نقله إلى مستشفى ماكسيم الذي رفض فيه أنفاسه الأخيرة بعد أزيد من أسبوع على دخوله. الفنان الفضلي كان يعاني من مرض مزمن في القلب مما استعصى عليه مقاومة هذا الفيروس الفتاك.